يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل أدرك الإمام وهو راكع، فجاء رجل أدرك الإمام وهو راكع فجاء مسرعا وقال الله أكبر وركع، وترك تكبيرة الإحرام أو قال تكبيرة الإحرام وهو حال ركوعه، فهل صلاته صحيحة؟ غير صحيحة، لأنه إذا ترك تكبيرة الإحرام لم يدخل في الصلاة، إذا ترك تكبيرة الإحرام لم يدخل في الصلاة، الصلاة غير صحيحة. وإذا قالها بعد منحنى أيضا غير صحيح، لأن تكبيرة الإحرام تؤدى من وقوف، إلا إذا كان مريضا أو لا يستطيع الوقوف أديها وهو جالس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ومن لا داعي له إلى هذه السرعة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فقضوا. ولما أسرع أبو بكر رضي الله عنه وركع دون الصف ثم دب ودخل للصف، نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال زادك الله حرصا ولا تعد. المسألة الحمد لله يسيرة، الصلاة ما هي بنهابة تبي تنهبها، جاي تعبد الله وتذكر الله، ما جيت تنهب ولا تبقى الناس. نعم.